كشف النائب مضر الكروي عن حراك نيابي لدعم مسار الامن المجتمعي في المناطق الساخنه بالبلاد، موضحا ان ديالا وبقيه المحافظات تضم مناطق غير مستقره تشهد سخونه في ملفها الامني بين فتره واخرى بسبب نشاط الخلايا الارهابيه، واشار الى ان هذه المناطق قدمت تضحيات كبيره لمواجهه الارهاب دون دعم حكومي يتناسب وتضحيات اهلها، مشيرا الى توجه برلماني لتطويع ابناء القرى المنتفضه على الارهاب ضمن تشكيلات امنيه لتعزيز قدرات المناطق في انهاء ما تبقى من الخلايا الارهابيه واشار الى ان المقترح قدم الى رئيس مجلس الوزراء في اللقاء الاخير من اجل اضافه بند في موازنه العام المقبل لتامين الغطاء المالي